هذا الحكي اللي عم تحكيه ممتاز جدا ويستحق التصفيق، بس السؤال الأهم، البنت نفسها بعد ما تكبر رح تصفق لك عليه ولا رح تلومك لأنك حطيتيها بهذا المصير؟ ولا تنسي إنه هاي البنت بنتي وبقدر أتصرف بدون ما أرجع لك، فكوني ممتنة إنه ما عم ساوي شيء بيتعلق فيها للبنت إلا بموافقتك ورضاكي، على القليلة قادرين إياها. خلص بكرة بنزل لك شكر بكل الجرايد، تكرم عينك. ما في لزوم، بس يا ريت تقابليني بغير هاي الطريقة. سلام. حبيبي راحت نام، قوم تعال عندي، لا تطول ناطرتك. حاجتي بكفي. ايه بقى شو رأيك باللي صار؟ يا ستي انا رأيي بهذا الزلمة معروف وصرت سمعاني فيه 100 مرة. بس مو معقول الازدواجية، مو معقول بيحكي شيء وبيتصرف شيء، بيحكي قدام العالم شيء وقدامي شيء، لك اذا مو خجلان من حاله يخجل مني انا. لو كان بيخجل ما كان صار الرجال اللي صاروا. قولتك. يعطيك العافية. بلتا عندك أي شيء علي علم البرازيل؟ لا والله ما عندنا. شكرا. أهلا. ليش هيك جاوبتي الصبي بقرف؟ لأنه كتير تقليدي، كتير ديمودي. والله. هلا جاي بعدين عم بيسأل على علم البرازيل، قد إيه بقيان للمونديال لسه؟ ما معقول أنتو جماعة البرازيل. حبيبتي نحن جماعة البرازيل أوفياء 365 يوم بالسنة، مو مثلكم موسميين بس تصير البطولة بنركض بنجيب العلم. والله إذا القصة هيك منيح. يا حبيبي يا بشير خلي لي إياك، حط لي حالك براسك هيك وفكر بالموضوع شوي. لك يا حبيبي شو بدي أفكر لحتى أفكر؟ أنا رجل اقتصاد، رجل عملة، قعدت من هيك ما في، شو بياخذني على الإعلام؟ أستغفر الله العظيم، صرت قايل لك إياها مليون مرة. وهي برجع أكرر لك اياها كمان مرة، أنت زلمة مفكر، عندك رؤيتك بالمجتمع، بعدين عندك حضورك هيك وسرعة بديتك العالية، يا أخي أنت زلمة محبوب هيك كاريزماتي. الله يبارك فيك. أنا عم غازلك لأنه ما حبيبتك أنا قاعد هون هلا قدامك، حبيبي أنا عم أحكي معك بزنس. شوف حبيبي، هلا كل واحد عنده شوية أفكار أو عنده كاريزما، بيقدر يقدم برنامج بالتلفزيون يعني؟ أكيد لا. بس بس شو لا بس بس انت اللي قلتها بعد مثل لسانك اكيد لا. يعني انا هلا اذا كنت بدي اقدم برنامج بالتلفزيون فقط لانه تامر حبيبي وصاحبي هو لا. مدير برامج بقناه تلفزيونيه ابدا لا. لا لا اكيد لا اكيد ايه اكيد ايه حبيبي، هذا المنطق بالذات نحن عم نحاربه، المحسوبيات والواسطه شبك. لا يا بشير يعني اذا كنت انت رفيقي تك لحظه. الو ليال يا حبيبي شلو؟ لا ليال لا ليال ما عم بفهم عليكي، ما عم بفهم شو عم تقولي. ايه هيك اوضح هيك احسن. ايه طلع ما له علاقه بالمونديال. لك ليش متوتره انت؟ لا اله الا الله. هلا انت ليش متوتره؟ ايه فهمت. طيب حبيبتي طيب ليكي، هلا انا عم بعشى انا وتامر، بس خلص عشاء بحكي معك. اوكي باي. شو بصة؟ لك كنت عند ريال بالمحل، إجا شاب سأل عن أي شيء عليه علم البرازيل، فكرنا القصة مونديال ما مونديال. طيب طلعت القصة موضوع تاني. لك خلص بوصلك الطريق يكن لك. إجيت هلا هلا كيفك؟ بعد زمان اشتالك؟ تفضلي اطلعي تعالي خليك هون. لا لا ولو معقول بعدين هلا بده ينزلني عند البيت، في داعي تضلي طالعه نازله كل شوي؟ طيب شكرا. هلا 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 هلا. قمت انا دغري تذكرته للشغل وتذكرت حديثنا انا وياه، فقلت له انه طب ليه مستعجل لسه المونديال مطول؟ قال لي لا انا مو مشان المونديال، انا عندي رفيق عايش كل حياته بالبرازيل وبحبها كثير للبلد، وهلأ هو هون عم بيدور على أهله وعم بيحاول يتعرف على عيلة أبوه لأنه ما بيعرف عنهم شيء،
وحابب اني اخذ له هديه لها علاقه بهذا البلد اللي هو بيحبه اللي هو البرازيل. هلا قد ايه صار له هون بالبلد؟ كم شهر حسب ما فهمت. وقال عيد ميلاده مو مطول، مشان هيك هو هلا كثير يعني عم بدور على هي الهديه، وانه تكون سوفونير لها علاقه بالبرازيل على قد هو ما بيعشقها لهي البلد. والله بيفهم. كيف مو مشان المباراه؟ ايه بس احد اسبابه المهمه يعني كره قدم، لا تقلي. هلا بكل الاحوال بعدين شو صار؟ ما صار شيء، انا صرت اسال اكثر واستفسر واخذ واعطي معه، ما بعرف ليه حسيته ارتبك وتكركب يعني تغيرت ملامحه وصار بده يسكر الحديث بسرعه وحمل حاله ومشي. طيب ليش اجى اصلا معناها؟ لك ايش بيعرفني بشير؟ ما قلت لك حمل حاله ومشي الزلمه؟ يمكن برم برم ما لقى شيء له علاقه بالبرازيل، قام قال لحاله باخذ له كدو عاديه. هونينا عالم البرازيل معبي الدنيا شبك. شان الله بشير، والله مو وقت مزحك هلا، شايف الموضوع انه موترني. يلا يا جماعه صباح الخير، وصلنا. صباح الخير. سلامات حبيبي. سلامات. ليال انا بشرطك انه الشاب اللي كان عندك بالمحل اليوم ورفيقه تبع البرازيل انه رح يجي عندك بكره على المحل. ليش بقى؟ حطي حالك محله. هلا لما بيجي رفيقه لعنده بدي يقول له كنا بمحل الفلاني وصاحبة المحل اهتمت كثير بالقصة، شو رح يقول لحاله؟ صاحبة المحل يا اما لها علاقة بالعيلة يا اما بتعرف عنا شيء، وهو هون مشان يدور، لذلك رح يجي لعندك اكيد. بس اللبكة اللي كان فيها الشاب لما حس اني اهتميت بتوحي بغير هيك. اللبكة مو دليل شيء، يمكن الولد هو فايت بالحيط اساسا. طيب ان شاء الله خير. شكرا حبيبي. على شو؟ يعني على المشوار وانه قعدنا حكينا. لا والله انا كنت بدي كفي العشاء، قلت لحالي بس شوفك بتحكي لي بالتفاصيل، بس تامر حرام قال لي ما بصير اتركها بهالوقت. في خير والله، قال بده يكمل عشاء ورفيقته عم تهستير. سلمي على نور بوسيا. ايه وصل. صباح الخير. وانت من اهله. لك ينضرب ينضرب، لا بدي اعرف ولا اسمع عنه شيء. معقول رباح الزلمة حيصير له دهر هاجج برات البلد ما حلك تنساه؟ لا ما حل ينسى. لك هات لبيب لبيب لك اختي، اللي كنت حاطط كل املي فيه هيك فجأة يتغير ما بعرف ليش. بتقولي لي انسى؟ لك مستحيل انسى ولا حتى سامح. هلا عن جد عم تحكي من قلبك؟ معقول انت يطلع هذا عن جد ابن اخوك وتقدر هيك تدير ظهرك وتمشي وما تهتم؟ ايه ما بهتم ما بهتم. هي انا وهي انت، وبكره شوف اذا بيطلع عن جد ابن اخوك رح تكون اول واحد رح تركض وتعانق ودموعك تشر هيك توصل لهون. يلا بدك شيء؟ لحظه ايه بدي شيء. اعطيني رايك لشوف. بشو؟ لك شو بشو؟ بهي المره. يعني ليش هي القصة لها علاقة بالشكل؟ لا اختي ما بس بالشكل، هلا هي آدمية طيبة يعني مترملة من كام سنة وعندها ولد عمره شي 20 سنة، يعني قصة تنق علي مثل هذيك المغضوبة مشان غريزة الأمومة هي ما راح تنق علي. الله يقدم لي فيه الخير. لك ما قلنا لا بس ما اعطيتيني رأيك. حلوة منيح. لك أخي هي المهم تكون آدمية وتريحك، انت مالك قلب على العي ووجع الراس، ما تكون مثل الله يرضى عليك يا اختي. لا تجيبي لي سيرتي، الله وكيلك بس حدا يفتح لي سيرتي او يجيب اسمها على لسانه، ها بحس جسمي هيك كله بدا يعصب. الله يقدم لك اللي فيه الخير. الله يسلمك يا رب. يلا بدك شيء؟ لا والله سلامتك. بخاطرك. اهلا مع السلامه.
الله ينعم عليك. هاي خلص النهار، حط الشرط. اي شرط؟ لك انا ما قصدت بكره يعني اليوم، انا قصدت بهالكام يوم. بعدين ما قريت عم يدور على اهله؟ ايه خلاص الا رح يجي. انا عم ساوي شيء، عم ضبطب كراكيب هالازعر. الله وكيلك، ما في مره غير بقول له بابا دير بالك ضب اغراضك، بيهز اللي براسه. تقولي هلا بس دير ظهري وامشي، يعني ست بيت بدها تجي تنظف هالبيت، برجع بلاقي الكراكيب مثل ما هي. يا ستي دخيلك، نحن ليش مخلفون؟ ها غير حتى نتعب كرمالهم، ولك بخدمهم براسي انا. بس المهم يضلوا مبسوطين وفرحانين، انا بدي هالازعر يضل مبسوط هيك يعني. ايه اوكي اوكي حبيبتي، الله معك، تصبحي على خير. يلا عن ابوك. ايه بس مثل ما قلت انت هديك المره مزبوط، هو المفروض لما يسمع بهذا الحديث يا اما يجي ويستفسر، يا اما معناته مانو مهتم، او يمكن لا اهله الحقيقيين او سافر، شو بيعرفني. والله انني مستغرب موقف اخوك رباح، ولا مهتم. اخي رباح بيحاول يظهر نفسه اقسى مما هو، هو حنون كثير وطفل من جوا، بعدين هو تقليدي كثير، يعني من البيت للمحل ومن المحل للبيت، بضل اكل همنا. هداك اليوم قاعد معي عم قال لي لك اختي والله انا اكل همك، صرتي 30 ومانك حاسه، شو عم بيصير معي؟ لا سلس ماله سئله. يعني على فكره مره هيك ومره هيك، اوقات بيكون كثير سلس، اوقات بتلاقيه على قصه صغيره صار هامه حكي العالم، بيصير بجادل بالقصة يعني وقت طويل، مع انها بتكون قصة هالقدة، واوقات بيكون حابب العالم يقولوا عنه الاخ العصري اللي بيتعامل مع اخواته على انهم رفقاته وعطيهم حرية، بس مرة بتزبط معه ومرة لا. دخلك وكيفه على الجواز الجديدة؟ لسه ما له 10 ايام ما بين معه شيء، اجمالا العلاقات دائما باولها حلوة. بس مثل بدايتنا نحن ما في، لا تقليلي. ما اللزبون ما معه مصاري. هداك اليوم قاعد معي عم قال لي لك اختي والله انا اكل همك، صرتي 30 ومانك حاسه، شو عم بيصير معي؟ انا ماني هيك بشير، وماني مضطره مرق شي بين السطور، وإذا عم بقول لك شو قال لي يعني مو معناتها إنه بيهمني الموضوع. إيه بس أنت يعني كيف بتفكري بهي القصة؟ ما بيهمك؟ يعني بيهمني، مو إنه ما بيهمني، بس اللي بيهمني أكثر من هيك إني أكون مع الشخص اللي بحبه، وليكني أنا معه. وبكره؟ كمان نفس الشيء، أنا معه، ولما منقرر ننتقل للخطوة الثانية رح نعمل هاد الشيء بكل بساطة. بشير طمن، أنا ما عم فكر بهذا الموضوع أبداً. ونور لساتها صغيرة وعندها إحساس بالملكية تجاهي، صعب إني أدخل شخص بيناتنا، فمشان هيك حط إيديك ورجليك بمي باردة. يعني هلأ إذا بتقلي تعي نتزوج بقلك آسفة سوري بعتذر، ومن هون لهون والله صعب كتير، بعتذر منك. طيب شو هالقصة؟ والله غريبة، يوم الموضوع بتشيلي من بالك ويوم ببكيكي. بشير مو معقول ما عندك صبر علي حتى وأنا بهيك ظرف مخنوقة بهي الطريقة؟ لك عندي بس أنا متضايقة عليكي لأنك مخنوقة. لا مو مخنوقة، كل القصة أني أنا متضايقة شوي، كنت حابة أعرف شي عن أخي. طيب منيح بسيطة، بس أنا حكيت لأنك أنت مخنوقة. أنا ما قلت مخنوقة. ليال قلت مخنوقة. بشير أنا بعرف حالي شو حكيت، ما قلت مخنوقة. طيب يا ستي أمرك، ما قلتي شفت هيك ما أحلاك. يا الله يا بشير، والله أنت عندك معارف كثير. معقول ما سمعت عن حدا عم بيدور على حدا بالبرازيل، عم بيسأل عن أي شيء؟ والله يا حبيبتي لو إني سمعت كنت خبرتك، معقول خبي عنك يعني؟ يا الله. أمي ناوليني هالموبايل، أمي. وليش بقى؟ لك شو ليش أنت الثانية؟ صحيح أنا مو قابل القصة كلها، وجعل 60 عمرين ونلتقى ولا ما التقى، بس خطي مشان أختي ليالي، أمي ناوليني.
طب يا حبيبي يا عمري، مو لازم تشوف بالأول إذا هذا الشاب معقول بيهمنا ولا لا؟ أوه كان بيهمنا ولا ما بيهمنا، شو حصلك أنت؟ أي أكتر هذا الشيء؟ قوم تحصلني. أي حاضر تقبرني. شرف دقيقة رقم أخاف إجاي متأخرين. لا تأخذني. ألو مرحبا أختي، ليكي هذا الكلام اللي بدي أحكي لك إياه يعني هو مجرد احتمال، مجرد احتمال بقى ما تأخذين كان أوه علينا شبه تروي استنفري. قلت لك شو قلتي لي؟ معك اختي معك. اسمعي اختي، هلا في جماعه من طرف المرحوم جوزها لمرتي، اللي كان جوزها، مثل السامعين مدري انه اجى لعندهم حدا او شاب من البرازيل وعم يدور على عائلته بسوريا. شو عم بتقول؟ لك طبعا اخي. مرحبا. اهلا ثواني بس لو سمحت. طبعا ما بيصير تخلي ولا طرف خيط يمرق، لازم نعرف. لك اخي شو بيعرفني ان كان عايش ولا ميت، بس لازم نسال. يعني على فرض طلعت القصه حقيقيه، هذا لحمنا ودمنا، ما بيصير ما نسال. عن اذنك بس ثواني لو سمحت. لا خلص ما لقيت طريقه. مثل ما بدك. ايه طبعا طبعا اسالها وهلا اذا بتقدر. يلا حبيبي ناطرتك. ايه اوكي حبيبي باي. حبيبي اه منو هذا حبيبي؟ يا الله يا بشير، يعني مين بده يكون؟ اخي رباح. لك واخذت جد والله، بمزح معك شبه هيك. على مزحك وقت اللي بيجي مو بالوقت المناسب. ايه معك حق، مزح الساعه 2 وربع مو مناسب، لازم يجي الساعه 5 وربع. بشير مشان الله، انا في قصه صايره هيك مكركبتني وما عم بقدر غير ركز فيها. ايه شوفي اقلقتيني. بشرفي بشرفي يا سمية، ما ادرى بانه انت اللي حكيتي، ما بتعرفي شو ممكن ساوي معك. لك يا رجال. بلا رجال بلا بطيخ. انت ما بحق لك تشوفي رفقاته للمرحوم جوزك، عم تفهميني ولا لا؟ لا ما عم بفهم عليك، بس على ما يبدو انت غيران. غيران؟ على شو بدي غار دخلك؟ ها؟ كل اللي شايفه حالي صغير لحتى غار عليك. بالله شو مفكرني حولها لما شاطر ريالتي لما فكحها حتى ما تغار، ولمعلوماتك الغيرة بتجي من الحب. أشهد أن لا إله إلا الله. لك هلا أنت شو بدك؟ بدي إياك تغار عليه، بس بهالقصة هي بالذات لا. شلون لا؟ إذا رفقات جوزك. لسه بيقول لي جوزك. لك قصدي يعني اللي كان جوزك، بس عم أختصر. إلا تختصر تقبر قلبي، لأنه أنت جوزي وتاج راسي وتقبرني وحبيبي، إيه؟ بس هدول كانوا بالنسبة لي إخوات وأهل، والله وقت ارتحم المرحوم ما تركوني ولا دقيقة، يعني كثير منح معي، ليش بدك يعني اقطعهم؟ لك سمية كبري عقلك، انت اليوم صرتي على اسم رجال جديد، يعني ما بصير تروحي لا لعند اهل جوزك ولا تشوفي رفقاته، لانه حتما اذا رحتي شو بده يصير الحديث؟ بدهم يقعدوا بقى يحكوا عن محاسن المرحوم ويبدوا يسالوك دخلك؟ انت مبسوطه مع جوزك الجديد ولا كان القديم المرحوم احسن؟ بالله العظيم احكي لنا، ابن حلال مثل ما كان مرحوم جوزك ابن حلال؟ اي انا شو بدي من الصرعه كلها، الله يرضى عليك يا سمية. قال له الباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح. اي تصطفل انت الخسران، مع انه انا لو بتعرض لهيك اسئله رح تكون الاجوبه بتصير خاطرك ومن مصلحتك. يعني شلون بتصير خاطري سمية؟ هلا قلي لي بذمتك انت مبسوطه معي اكثر؟ اهلين اخي، خير شو صاير؟ يه 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 على هالقصة. ايه لا اخي الله يخليك الله يخليك، والله ما بطيق هيك انا. طب مثل ما بدك مثل ما بدك، الله معك. خير شوفي لبيب طلع هو؟ لك لا لبيب هاد ابنه لرجائي. شو كمان؟ عم بيقدم فحص التاسع، لقطوا المراقب عم بينقل متعالقين ضاربه. مين ضرب مين؟ لبيب ضارب المراقب. لعمه بقلبه وهلا مقلعينه بدهم يحرموه من الامتحان، وقصه كبيره.
واخي رجائي عم بفكر يحكي مع عدنان مشان يلفلفوا له القصة. بعرف بعرف انا نفس الشيء، ما بحب هذا الشيء، بس شو بدي اعمل؟ ما بعرف اخواتي كيف بيفكروا. وينه رباح الثاني؟ لحظة، هلا هيك كان يعمل معك؟ يعني يا رب تسامحني، يا رب يا رب تسامحني، مو تقولي الله عم بتجيب سيرة الميتين، الله يرحمه، يعني ما بيجوز على الميت غير الرحمة، بس هو هيك كان دقر دقر عنده غلاظة، مو مثلك أنت، شو جاب لجاب تقبر إلا. طيب أنا رح أقوم لك أنمني شوي، وبعدين انزل على المحل. يعني خلاص احكي أنا مع الجماعة؟ لك لا، شو تحكي أنت؟ خلي ابنك جميل يتصرف، مو هو رفيق ابنه؟ بلا. ايه خلص، معناتها هو بيسأل وبعدين بيحكي. ايه ما بدك. لك والله على قد ما عم تحكي وتنق، ترى الفكرة بلشت تلعب براسي. ها بشرفك بشير، ها بشرفك، والله العظيم بكون مبسوط من كل قلبي. ايه وشو المطلوب مني؟ كم ساعة بمكاتبنا؟ ها وكل اسبوع عندك استوديو، انت بتجهز حالك مزبوط، ونحن علينا انه نأمن لك كل شيء، الإضاءة، الصوت، الضيوف بنجهزهم، بتنزل بتصور هالحلقة والسلام عليكم ورحمة الله. لك هلا بذمتك تامر، شوية الأفكار اللي عم نتناقش فيهم سهراتنا خارج يكونوا مادي لموضوع من هذا النوع؟ لك أي نوع لك بشير؟ ما هو أنا عم فكر بمنبر نقاش هيك، منبر حر، نقاش حول مواضيع اجتماعية مثلا، ها؟ حر قلت لي؟ ايه ايه حر حر، طالما ما في سياسه بالموضوع، فيعني ايه انا بضمن لك انه ما يكون في سقف لاي شيء بتحكي فيه. والسياسه؟ ها؟ شبك؟ ليش تبلكمت؟ ما تبلكمت، لا ما هو يا اخي انا العرض اللي عم اقول لك اياه هو برنامج اجتماعي. يعني السياسه كلها على بعضها ملينا منها يا اخي، بعدين في عندنا برامج كثير، اتصال بتكفي وبتوفي، خلصني. عظيم جدا. وهدول الناس اللي بكفوا بوفوا اكيد فارزين على الفرازه، بحيث انه ما يطلعوا عن الخط العام ولا خطوه، ما هيك؟ بشير الله يخليك يا بشير، يعني كون واقعي على الارض شوي. والله ما كل شيء بالحياه سياسه. هلا مجتمعنا خلاص ما عاد عنده يعني هيك حلم وطموح الا يوصل بس لهذا الصندوق. طب ما صندوق الاقتراع كمان يا حبيبي بده وعي، بده فكر. انت هون شغلتك هي بقى، هذا ملعبنا انا وياك لك بشير. خلينا ننشر هذا الوعي، نبشر بهذا الفكر، وقتها صدقني كل شيء بيكون تحصيل حاصل، نوصل له هيك بهدوء بسلاسة بأمان أكتر. أخي أنا معك. لحظة بس، ما طلع هو. طيب يلا أنا بستأذن. ها الله معك، مع السلامة. لك شو بك يا زلمة، تمسك فيني شوي بربع ليرة. انت عندك موعد؟ اه صح عندي موعد انا. يلا سلام. مع السلامة. في داعي لك. سلام. باي. مع السلامة. خلص حبيبتي خلص. شو بدنا نعمل؟ ما رح نعمل شيء. جربنا كل شيء وما استفدنا. سمعت عن شيء على الانترنت بسموه الفيسبوك. ايه عندي حساب عليه. مو ممنوع؟ كل شيء له حل. ايه جربت اول فترة ما استفدت شيء، مو بعرف اذا بعدين بقدر اخذ نتيجة، هو الاختراع جديد لسه ما انطرش. يلا ان شاء الله خير. خليني انا اقوم احسن. لوين بدك تروحي؟ جافصنا مع الزلمة وقلعناها مشان تروحي؟ خلص بشير شو بدك؟ ما بدي شيء يعني، بس عاديلك شوي. معلش خليني اروح احسن. صار شيء جديد؟ لك بعرف بعرف ما لحق يصير شيء جديد، بس شفتك عم تحكي يعني قلت لحالي صارت شيء معجزه. خلاص شوف شو المناسب نساوي، يعني نحن عنا امل كبير انه يطلع هو، انه هالشاب يطلع مهتم. يعني بصراحه ما بدي علقه بامل والاخر يطلع فاضي، حرام. اوكي حبيبي الله معك الله معك.
الله شكرا. مين انتوا يا جماعه؟ انتوا اللي مين وياك؟ انتوا اللي مين؟ شو العشاء هي والله شي حلو شي حلو، مو على اساس بشير عايش لحاله. مين؟ جالو والله ما شاء الله. تريكم يا اخ محلك تبلولك كريم صلك شيء هلا تاكل هم خش صغير محلك لو مين انت ولا شو جاي تعمل هون؟ لو تعرف من نحن ما بتتجرأ تدفع علينا سلاح ولا انا اشوف لك وقح شافت حرامي حقك نص فرنك كريم شو بدك الاخذ وقطع معهم خلينا نطلب الشرطه بتتاكد شو جايين يعملوا هون؟ ايه لا ايه لا بشرفك بسرعه بسرعه اطلب الشرطه ها لانه هيك انا مضغوط وعندي شويه شغل يلا بسرعه ها وهي قاعده وانا بانتظار الشرطه ما بقلبك ما اوقحك هلا هذا التصرف اللي تصرفته العمى بقلبك العمى وبأي قسم انت هلا ماشي هلا بشوف شو بساوي يلا شو؟ وديع قل لي كيف اصابته؟ يا جماعة متأخذوني بدي اعمل حادثة خير ان شاء الله سلامته سلامته وين؟ ايه مين اجا؟ كريم؟ شبه شو صاير معه؟ مين هدول؟ نفسهم تبع المرة الماضية؟ طب شو إصابته شو في؟ بدك إجي فوراً؟ طيب طيب خلص مثل ما بدك بس طمني أول ما توصل سوء على مهلك الله يخليك الله معك شو في؟ شو بو كريم؟ هاجمين عليهم شباب على البيت كان هو ورفيقه منيح اللي ما كان لحاله الحمد لله مو قدرانين لهم بس غادرينه برصاصة عملت له إصابة سطحية بكتفه ما بعرف هيك عم بيقلي بشير يعني لسه ما شافه حرام أيوة. متوتر كتير شو يعني؟ مين هدول؟ أكيد إخواتي شو؟ شكرا شكرا يا ابني دير بالك يا رجال ايه شو ايه؟ عم لك عم يدعي انه منزلم عدنان بيك قلت لي منزلم عدنان بيك على راسي انت وعدنان بيك استغفر الله العظيم يا سيدي استغفر ربك لانك بدك تترك كمبلطج يعتدوا على بيوت الناس ينفذوا بعملتهم بس لانه منزلم عدنان بيك عشان هيك استغفر ربك ولانه انا قلت لك على راسي انا ما بدي شيء سيدي قانون فوق الجميع وما رضيت اتصرف انا عندي مشان ما احطك تحت مسؤوليه وبالنهايه انت رئيس القسم يا سيدي لا يا سياده المساعد مو النقيب ياسر اللي بيهرب من المسؤوليه تصرف ولا تخاف القرار قراري انا ما حدا حيقرب عليك أمرك سيدي شو؟ ولا شيء يا سيدي بس بدي لك أنك إنسان طيب والله يكثر من أمثالك تسلم يا طيب احترامي سيدي بابا ما في شيء طمن جرح خارجي أنت متأكد؟ لو في شيء داخلي كنت حسيت لك العمى بقلبك لك شو انت حيوان؟ لا تكبر بالحكي ها؟ لك شو بدك مني؟ شو بدك؟ اختي مختفية وما في حدا غيرك بيعرف وينها اختك مختفية بتقوم بتقوص على ابني تقتله انا ما دخلني هذا البغل هو اللي قوص وهذا البغل مو زلمتك؟ وانت زلمة اي بغل؟ لك تضرب بهالراس تضرب انت اللي بشد على ايدك مين ما كان يكون عم تفهم؟ مين ما كان مين ما كان؟ انت قده لهذا الحكي؟ ليك ولا يا شرطي خذنا على الحجز لشوف يلا شو حجز يلا بلا لعيب لا طول بالك لك والله ليلي معي قطيع دي بس احكي تليفونتك يعطيك العافية حضرة المساعد الله يعافيك اهلا وسهلا ممكن افهم شو عم بصير وشو هاد اللي حكيته شو كان متأمل يعني هو عم بيفوت على بيوت الناس بهالطريقة كان متأمل بمعلمه رئيس القسم ما عنده حدا فوق القانون وانا على توجيهاته تصرفت اكثر من هيك ما بيطلع بايدي يعطيك العافية الله يعافيك يا سيادة النقيب صراحة ما إجا من قلبنا نغادركم قبل ما نتشكر الشخص اللي بيستحق الشكر على شو يا أستاذ بشير على شو
يعني اي عنصر ان كان كبير ولا صغير بسلك الشرطه او اي جهه مختصه، لافترضنا شاف حرامي عم يسرق، في اوضح من لازم يعمله؟ اكيد يا ابا. اذا ليش عم تشكرني؟ انا ما عملت غير واجبي، وسلامه معرفتك لا شكر على واجبي. وهذا التواضع كمان بيستحق السنة. نحن بنشكرك لانك عم تقوم بواجبك، لانه بتعرف البلد كيف ماشي بهاليومين. بعدين دخلك هذا عدنان بيك شو قصته؟ عامل دولة ولا لا؟ فشل. دولة على حاله وعلي بيخافوا بينتفعوا منه، أنا بعرف دولة وحدة بس وهذا هو علمها. اللي بيحاول يلطخ هذا العلم بوساخته فهو عدوي، مين ما كان يكون، شو ما كان منصبه ومهما كان نفوذه. شلون شلون شلون؟ صارت القصة فيها علم وما علم؟ ولك أنا بس بدي أعرف، هدول تبع الشعارات الخشبية والوطنيات الفاضية بيقلبوا قضية جنائية لأزمة وطنية؟ لعم على هالمسخرة. لا 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 طول بالك، شو تتصرف ما تتصرف، خليه بهالنظارة كم يوم، خليه ينقرص. حاجة بقى عم يتصرف ويتحامى باسمي بدون ما يرجع لي. لا يا رجل شو هالحكي هاد؟ ما رح انزل بهالمغطس كرمال واحد ما بيسوى فرنجين، أعوذ بالله. معلم، مو أنا اللي بحمي حدا من جماعتي بيتعدى على القانون أو بدنس علم البلد. الله عليك هالعلم. طيب طيب حبيبي، يلا سلام، الله معك. والله عن جد يا معلم شي بضحك. شو هو اللي بضحك؟ والله ما بعرف يا معلم، بس أنا بشوفك عم تضحك، ما بعرف هيك الدنيا بتضوي بوشي، كأنها هالدنيا بوشي بتضوي، بس شوفك فرحان بفرح سبحان الله، بس ليش ما بعرف. وإذا شفتك معصب بيطلع خلقي وبصير أنا بس بدي دور على هذا اللي معصبك وأمسع رقبته. ما بعرف علم، سبحان الذي خلقك، بحبك من كل قلبي، على راسي يا تاج راسي. لك إيه ربي يديم هالابتسامة وما يحرمنا منها يا حق، ولك على راسي يا تاج راسي. طلع قدامك وانت بيع الطريق. لك شو عم تحكي انت؟ كيف هيك صار؟ طيب ماشي، يلا يلا مسافة الطريق بكون عندكم، يلا باي. يعطيك العافية. لك ولي ولي على قامتي، لك مو احسن لو اجيت لهون؟ لك كيف؟ كيف بدك يعني اتحمل وانا ابني مجروح وبعيد عني؟ لك رصاصة، هي رصاصة مو ملعبة؟ ليك انا حاملة حالي وجاية، ويلي بده يصير يصير. الحمد لله على سلامته، يلا انا جاية فورا. لك وين تجي فورا؟ الله وكيلك كله جاي فورا. مين كله؟ حبيبته للصبي وامه. نجاد؟ نجاد جاي لعندك على البيت؟ ايه جاي لعند كريم تشوفه، يعني مو لعندي. بعدين وين بدك تتركي هالقبيلة اللي عندك؟ أنا صحيح ليال فكرتيني، إذا كان تغريد بدها تنزل جنين فبهاليومين بيكون كتير مناسب، لأنه أخوها هذا المجنون سامي بالسجن وأمن شي هلأ. هلأ بسألها. طيب حبيبتي بدك شي؟ سلامتك، سلم لي على كريم وقول له الحمد لله على سلامته، وإن شاء الله أنا بجي المساء، وإن شاء الله ما يكون في حدا كمان من نسائك موجود. نسائي؟ لك هي أمه، شو بعمل يعني؟ بمنعها؟ ما بعرف، شو دخلني أنا؟ الله يستر ما تحن. لك ما كنت تبطي هالفكرة الجهنمية اللي عندك كل ما بدي أشوف نجاة؟ لك هي نجاة، نجاة معقول يحن؟ ما دخلني أنا، اللي ما بيحسب ما بيسلم. يلا شكلها إجت، يمكن ميرفت أو أمه ما بعرف. الله معك، باي. لك إيه كتير بسيطة، ما فيها شي. بسيطة؟ ما انا هذا اللي قلت لك اياه. اهلين ميرفت، كيفك عمو؟ يا حبيبتي اهلين، الحمد لله سلامته. الله يسلمك يا رب، تفضل تفضل. شو كثير بسيط الجرح، ما فيه شيء. الحمد لله حتى ماشي الحال. شلون شيء كثير بسيط يعني؟ شلون؟ في رصاصة طلعت وراحت بطريقة على ابني، ابني أنا من لحمي ودمي وحيلتي بهالدنيا. كم سنتي في بين هون وراسه؟ تخيلوا معي لو فرقت هالكم سنتي، وين كنا منكون هلأ؟ وين كنا منكون هلأ؟
كنا منكون بعيد الشر ألف مرة عم ناخد العزة تبعه. لك لا ما في هيك شيء. لا أمبلا مو لا. لك يا نجاة العزة بيكون بالليل ونحن هلأ بالنهار شبك. ايه اضحك له. كاسف. اضحك له أنت لأنه هذا شيء بيمزح فيه بالله.